بسم الله أبو ابن الروح القدس الآن واحد أمين. حلقة جديدة مع سفر ال... لا مش مع سفر، مع المعمودية. المعمودية كسر أساسي ليه؟ يا أهل يا أهلا، أنا أول واحدة دخلت. ها أهلا بيك يا هودت، وأهلا بكل اللي موجودين معانا على البث. اهلا 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 بكم جميعا، اهلا 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 بكم جميعا، اهلا 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 بكم جميعا. ربنا يبارك، نتعيش يا رب. مليونير مليونير بكره، ربنا يباركني وابقى مليونير. بركه حلوه ان احنا فرحانين مع بعضينا بربنا، دي اهم من اي شيء. اكيد 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 انا سبت كده تقول اوكي. ثانك يو ثانك يو لكرم اخلاقك، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ليه مش هتروح بنت؟ عشان انا بحب البنات، بس بسيطة يعني. مساوي ابيض علينا وعلى قناتنا على اليوتيوب، مساوي فل الفل. مش عايزني بقى بشوي، مش عايزني، عايزين كده 50 مليون لايك، 50 مليون مشترك. عيد ميلادي قرب، احفظ المزامير تحفظك. امين. نتكلم النهارده في موضوع حيوي جدا 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 في هذه الفقرة. احنا قلنا هنعمل اللايف على 9، ما بين 9 ل 10، فهو ابتدينا فعلا اكيوريت الساعة 9. الحق يتقال، الحق يتقال، يعني ايه المشكلة؟ ده انت، ده الكلام الطبيعي السليم. سيستم كوين سارة، يا هلا يا هلا، اهلا بك. سلام مسيح سام، سلام ونعمة كوين سارة. هنتكلم عن الكنيسة الأولى في عصر الآباء الرسل ولنهاية القرن الأول، كانت المعمودية بتتم ازاي؟ لا يا عم، الرهبان مش رهبان بتموت يعني، بتحب البنات قوي يعني. الرهبان بيبقوا عايزين كده كده ان هم عايزين يبعدوا عن البنات او عن الجواز عن. بس انا كنت بفكر زمان من وانا في اعدادي مثلا، لكن بعد كده لقيت ان ده مش الطبيعي بتاعي. هلو دكتورنا العزيز، هلو هلو ونعم. هنتكلم ان المعمودية كانت بتتم باسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين، مش باسم اقنوم واحد بس. اترى بنتي قبل كده، حلو السؤال ده. هنرد على نقطة المعمودية. المعمودية في عصر الآباء الرسل تتعمد باسم الثالوث القدوس. لا الله الثالوث الواحد الغير منفصل. ونقول في متى الرسول في ختام إنجيله قال: وأما ال11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى 28:16. سلام المسيح مريوم، يا أهلا بك. ايه ذنب الطفل اللي مات قبل التعميد؟ حلو حلو، كل ده هيتجاوب عليه، ما تقلقوش.
الرسالة اللي احنا بنقدمها دلوقتي مع بعضينا، سواء اللي بيبشروا بالكلام او اللي بيبشروا بالفيديوهات او اللي بيبشروا بالقوالة او بالمناقشات او بالمشاركات، هي الرسالة دي، هي ان احنا نعمد باسم الاب والابن والروح القدس، او الكنيسة تعمد يعني، ونعلم الناس حفظ وصايا الله، ونعلم نفسنا برضو. سلام المسيح اخي جمال. ونعلم نفسنا برضو، دي من اهم الوصايا. قال السيد المسيح للأحد عشر قبل صعوده للسماء مباشرة: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدون باسم الاب والابن والروح القدس. يعني مش بأقنوم واحد بس، يعني بالثلاث أقانيم. تمام. ونعلم الوصايا. حلو، حلو قوي. طب السؤال اللي يطرح نفسه: اي حد يعمد، اي حد من حقه يعمد؟ لا مش اي حد يعمد. عايز تخش دي مسيحة، تشرف تشرف وتنور وتستنير. يعني انت لما تخش الدين المسيحي هتستنير كمان، هتزاد في الاستنارة. فأقيموا في مدينة أورشليم لأن تلبسوا قوات من العالي، لوقا 24:49. حلول الروح القدس على التلاميذ خلاهم يعرفوا يبشروا ويكرزوا، يبقى ليهم قوة في التبشير. هنشوف أقوال آباء في النقط دي. وهو القديس إغناطيوس الأنطاكي، السوريان هنا يفرحوا أوي، تلميذ القديس بطرس الرسول اللي تولى كرسي أنطاكيا سوريا بعد أن استقر فيها وترسم عليها أسقفا معلما معلمنا بولس بطرس الرسول، آسف. ويقول: ما استلمته من تعليم استلمه من تعليم رسولي بخصوص المعمودية فرسلته إلى فيليبي. إيه اللي قاله بقى؟ قال: Wherefore also the Lord when he sent forth the apostles to make disciples of all nations commanded them to baptize in the name of the Father and the Son of the Son and of the Holy Ghost. Ghost أو Spirit، هي عادي. لذلك نحن أيضا، فإن الرب حينما أرسل تلاميذه ليتلمذوا جميع الأمم أمرهم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. شهادة من القديس إغناطيوس وثيوفوروس للنص ده بتعاصر القديس بطرس، وبالتالي عاصر القديس متى كمان. فيعني شهادة مش منكرة عن إن الثالوث موجود، وعن ان المعمودية باسم الثالوث. القديس يوستينوس الشهيد: سلام ونعمة لكل الجميع، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يوستينوس الشهيد كان في من 100 لـ165. لو نقرا انت نايسين فازر فوليوم 1 First Apology of Justin Martyr Chapter 61 Page 183، يعني ما بعد ما قبل آباء نقيا، كتاب الدفاعيات للشهيد جوستن أو يوستينوس، الفصل 61 الصفحة 183. هنلاقي الكلام: Then they are brought by us where there is water and are rearranged in the same manner in which we were ourselves regenerated. For in the name of God, the Father and the Lord of the universe, and our Savior Jesus Christ and of the Holy Spirit, they
then receive the washing with water. He continues, and for this, right, we have learned from the apostles this reason. المقصود بها ايه؟ ثم نقودهم الى مكان به مياه فيولدون من جديد بنفس الطريقة التي بها قد ولدنا نحن أنفسنا. ثانية، بسم الله الآب وسيد الكل ومخلصنا يسوع المسيح، والروح القدس يقبل الغسل بالمياه. ويستكمل ويقول: وهذا هو السبب الذي علمنا إياه الرسل لممارسة المعمودية على هذه الطريقة. يعني برضو القديس يوستينوس الشهيد بيأكد، وقبله القديس إغناطيوس الأنطاكي، القديس غريغوريوس النزيانزي. ايه رأيك الانجليزي متفول 14؟ نشكر الله. 329 389 اللي بنصلي بيه في القداس اللي وضعه بيقول: Besides all this and before all, keep I pray you that God deposit the confession of the Father and the Son and the Holy Ghost, this I commit unto you today, with this I will baptize you. وقبل كل شيء وفوق كل شيء احفظ أيها العزيز الوديعة الصالحة وهذه الأمانة، إنما هي الاعتراف بالآب والابن والروح القدس، هذه الأمانة هي التي استودعك إياها اليوم المعمد. القديس غرغوريوس النزيانزي بيوجه الكلام للمعمدين وبيطلب منهم حفظ الوديعة الصالحة وإنه يستودعهم الأمانة. ده تالت استشهاد أو تالت شهادة. يعني في كتاب القديس باسيليوس الكبير 330 ميلاديا لغاية 379 ميلاديا عن الروح القدس، كتب في الفصل الثاني عشر اللي هنقوله دلوقتي: For the traditions that have been given us by the quickening grace must remain forever inviolate. He who redeemed our life from destruction gave us power of renewal, whereof the cause is invisible and hidden in misery, but bringing great salvation to our souls, so that to add or to take away anything involves manifestly a falling away from the life everlasting. If then in baptism the separation of the Spirit from the Father and the Son is glorious to the baptizer and of no advantage to the baptized, how can the rending asunder of the Spirit from Father and from the Son and be safe for us? Faith and baptism are two kindred and inseparable ways of salvation. Faith and baptism. Faith is perfected through baptism. Baptism is established through faith, and both are completed by the same names. For as we believe in the Father and the Son and the Holy Ghost, so are we also baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. First comes the confession introducing us to salvation, and baptism follows, setting the seal upon our ascent. انزل بالترجمة، انزل بالترجمة على حملك يا عم الحاج. معنى الكلام ده كله ايه؟ التسليم اللي قبلناه بواسطة النعمة المحيية، اي التعميد باسم الاب والابن والروح القدس، يجب ان يظل كما هو بدون تعدي، لان الثالوث هو الذي فدى حياتنا من الهلاك، أعطانا قوة التجديد الكامنة في السر، والذي يعطي لنفوسنا الخلاص العظيم. ولذلك فإن الإضافة أو الحذف تعني فقدان الحياة الأبدية نفسها. وإن كان فصل الروح القدس عن الآب والابن دار بالمعمد ويجعل الذي يعتمد لا ينال شيئا، فكيف لا يصبح فصل الروح القدس عن الآب والابن دارا بنا؟ الإيمان والمعمودية هما طريقان للخلاص، لا يمكن فصلهما، لأن الإيمان يكمل بالمعمودية، والمعمودية مؤسسة على الإيمان.
وكلاهما مؤسس على الأقانيم الثلاثة، لأننا آمنا بالآب والابن والروح القدس. كذلك نحن نعتمد باسم الآب والابن والروح القدس. أولا الاعتراف بالإيمان الذي يقودنا إلى الخلاص، ويتبع الاعتراف بالمعمودية التي هي الختم الذي يختم قلوبنا. هتكسف بقى من الكلام اللي انت بتكتبيه ده، كسف. ثم يدخل الوضع في خطورة. ايه بقى الخطورة؟ القديس اثناسيوس بعت ده الشاهد الخامس على موضوع المعمودية. القديس اثناسيوس بعت 4 رسائل الى صلابيون الاسقف. صلابيون الاسقف ده اللي كاتب القداس الرابع في الكنيسة القبطية، اللي هو قداس القديس صلابيون، وهو زيه قريب منه قداس القديس مرموروس. المهم الرسائل دي طبعا من معروفة القديس اثناسيوس كان نفخ الاريوسيين، واكد ان المعمودية باسم الاب فقط تعتبر معمودية باطلة. ولا يمنى هذا لان اعترف معمودية شهود يهوى، لانهم زي الاريوسيين لا يؤمنوا لا بلاهوت الابن ولا يؤمنون باقنومية الروح القدس. فما نعتبرش ان معمودية الاريوسيين معمودية الاريوسيين، مش معمودية سليمة. في الرسالة الأولى إلى صرابين الأسقف يقول القديس أثناسيوس الرسولي 296 ل 373 حافظ إيمان الرسولي ضد هرطقة أريوس. وطبعا القديس أثناسيوس الرسولي، لولا القديس أثناسيوس الرسولي ومن كان مثله في مجمع نيقيا وما بعد مجمع نيقيا من ناس في منتهى العسل حافظوا الإيمان، لتدمر العالم وكله أصبح أريوسيا وكانت ضاعت المسيحية. Moreover, aside from the scriptural utterance, let us also consider the tradition and teaching and faith of the Catholic Church from the beginning, that which the Lord has given, the apostles preached, and the fathers guarded. This is the foundation on which the Church is established, and the one who strays from it is not a Christian, and should no longer be called so. The Trinity is holy and perfect, confessed as God in Father, Son, and the Holy Spirit. Let them learn that this is indeed the faith of the Church by considering how the Lord, when He sent the Apostle, exhorted them to establish this as a foundation for the Church, saying, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Matthew chapter 28, verse 19. So the apostles went and taught likewise, and this is the preaching that has made its way into all church under heaven. الترجمة. انزل بالترجمة يا عم المهندس. دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة الجامعة وتعليمها وإيمانها. تقليد الكنيسة الجامعة، كل الكنائس مهما كانت جنسيتها ومهما كان وقتها موجودة فين. سلام المسيح لكل الجميع وسلام. دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة الجامعة وتعليمها وإيماننا الذي هو من البداية والذي أعطاه الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء، وعلى هذا الأساس تأسست الكنيسة، ومن يسقط منه فلن يكون مسيحيا ولا ينبغي أن يدعى كذلك فيما بعد. إذن يوجد ثالوث قدوس وكامل يعترف بأنه الله. يعترف بالثالوث أنه إيه؟ الله، يعني مش منفصل أهو، في الآب والابن والروح القدس. ولكي يعرف هؤلاء أن هذا هو إيمان الكنيسة، فدعهم يفهمون كيف أن الرب حينما أرسل الرسل أوصاهم أن يضعوا هذا الأساس للكنيسة قائلا: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. متى 28:19. فمضوا الرسل وهكذا علموا، وهذه هي الكرازة إلى كل الكنيسة التي تحت السماء. عبارة على هذا الأساس تأسست الكنيسة تؤكد اللي قلناه قبل كده، أن المفهوم الغريب يهدم الكنيسة من الأساس.
وان العبارة تعني القديس اثناسيوس طبعا ما بيقولش ان الاباء الرسل كانوا يعبدون بطريقة اخرى، لا بيقول ان العبارة تثبت ان القديس اثناسيوس لا يتكلم عن العصر المتأخر، وهو يؤكد ان ما لا يعتمد على اسم الاقانيم الثلاثة لا يكون مسيحيا. من يفرق بين مكانة الاقانيم الثلاثة لا يكون مسيحيا، وهو يفصل ما بين الاقانيم الثلاثة. عشان كده اعتبر القديس اثناسيوس ان المعمودية على اسم احد الاقانيم هي معمودية باطلة. اللي يقول ان المعمودية على اسم الاب فقط هو معمودية باطلة، والاريوسيين بيعملوا كده. طب هل في اريوسيين لغاية عصرنا؟ في اريوسيين، اريوسيين دي حاجة مختلفة خالص. The faith in the Trinity which has been handed down to us is one, and it's this faith which unites us to God. Whereas anyone who takes anything away from the Trinity and is baptized in the name of the Father only, or in the name of the Son only, or in the name of the Father and the Son apart from the Spirit, receive nothing but remains empty and unsanctified. Likewise, the one who divides the Son from the Father or demotes the Spirit to the level of creatures has neither the Son nor the Father, but is godless and worse than unbelievers. 1 Timothy chapter 5 verse 8. And anything but a Christian. A reference خالد أن توليوس كتاب أثناسيوس روتليدج في لندن and نيويورك سنة 2004 2004 Letters of Serapion on the Holy Spirit، كتاب عن الخطاب أو الجواب لسرابيون عن الروح القدس Part 3 page 229 القسم 30 صفحة 229. انزل بورا الحائط، انزل بالترجمة، لأنه كما أن الإيمان بالثالوث المسلم إلينا يجعلنا متحدين بالله، وكما أن ذلك الذي يستبعد أي واحد من الثالوث، اللي يستبعد أي واحد من الثالوث ويعتمد باسم الأب وحده أو باسم الابن وحده أو باسم الأب والابن بدون الروح القدس لا ينال شيئا، بل يظل غير فعال وغير مكتمل. هكذا ذلك الذي يفصل فليس له الأب ولا الابن، بل هو بدون إله، وهو أشر من غير المؤمنين، من غير المؤمن، ويمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون مسيحيا. تخيلوا هذا الكلام. على فكرة أنا عامل الجست عشان إخواتنا المتطرفين يعني يتحرق دمهم، مش عشان يطلعوا، فما تحاولوش تطلعوا. فبالكلام اللي بيقوله الأب أثناسيوس أو كل الآباء العظام اللي قبليه بيأكد إن المعمودية بتبقى باسم الأقانيم الثلاثة، باسم الأقانيم الثلاثة. لكن ما ينفعش تاخد باسم أقنوم واحد، وإلا يبقى أنت ما تعمدتش معمودية سليمة، لأن المعمودية اللي أنت تقول بأقنوم واحد الاب فقط او الابن فقط او الروح القدس فقط، فانت معنى ذلك ان انت بتقلل من الاقانيم الباقيه وبتفصل ما بين الثالوث، فكده ده اشراك. الذي يتعمد باسم اقنوم واحد الاب فقط او الابن فقط او الروح القدس ده اشراك، ده شرك، لان هو بيفصل ما بين الله، ما بين الاقانيم الثلاثه لله، ففي الحاله دي هو مشرك. لكن اللي بيعتمد باسم الاب والابن والروح القدس بمساواة كاملة للأقانيم الثلاث هو فاهم المسيحية صح، وهو غير مشرك. ف
في ناس طب بتحاول تعتمد على نصوص معينة وتاخدها كده وتقصها، يعني يقولوا مثلا القول اللي قاله بطرس في أعمال 2:38-39، قال طوبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. هنا في الآية دي قال على اسم يسوع المسيح، بس ما خدناش بالنا ان هو فقال فتقبلوا عطية الروح القدس، يعني برضو ما حاولش يعمل فصل ما بين الاقانيم. ونأكد ان القديس بطرس هنا بيتكلم اليهود، وعبارة الرب لنا مقصود بها الاب، وقال لهم تقبلوا عطية الروح القدس، فحتى في كلامه معهم قبل ان يعمدهم ذكر الاب والابن الروح القدس قبل ما يتكلم في النقطة دي، لكنه لا يحتاج أن يشرح لهم طقس المعمودية، لأنه كان يكلمهم عن الرب أقام يسوع المسيح من الأموات، وأن يسوع هذا هو المخلص، وأقام الرب أقام نفسه، مش معناه أنه هو في انفصال ما بين الآب والابن والروح القدس، وأن يسوع هو المخلص. عشان كده قيل أنهم نخسوا في قلوبهم، لأنه قال لهم بأيدي أسمى قتلتموه، ثم قال لهم أن يعتمدوا باسم يسوع، معمودية غير معمودية يوحنا التي كانت معمودية التوبة، بل معمودية باسم الآب والابن والروح القدس. وورد كمان في سفر الأعمال وأمر أن يعتمدوا باسم الرب، حينئذ سألوه أن يمكث أياما، أعمال 10:48. هنا قيل يعتمدوا باسم الرب، والرب الذي نؤمن به هو مثلث أو ثالوثي الأقانيم. فأعمال 19:2-5، وقبلها نشوف أعمال 19:5-6. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم. اصل الموضوع ده انه لما ذهب القديس بولس الرسول لافسس سالهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. فسالهم وبماذا اعتمدتم؟ قالوا له بمعمودية يوحنا. فقال بولس ان يوحنا عمد بالماء التوبه قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده، اي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. اعمال 19:2-5، بمعنى ان معموديه يسوع المقصود بها المعموديه الثالوثيه، مش مقصود بها ان انت تقول كده باسم الابن وتخلص العمليه، ما اتعمدت باسم الابن فقط لا، ولكن قول هذا معناه الثالوثيه، يعني يتقال مثلا على اقنوم واحد كده، بس في التنفيذ في الطقس ما نقولش اقنوم بس، لكن في الشرح وهو بيشرح لهم مستوعبين ان المقصود بيها التثليث. بدليل ان الله كان موصي. طب ليه المعمودية بتتم بثلاث غطسات؟ لانها على اسم الاب والابن والروح القدس، وهي معمودية واحدة، وده اساس الايمان المسيحي. طب كيف كانت المعمودية على اسم المسيح في القرن الأول ثم صارت على اسم الثالوث بعد ذلك؟ وليه حصل كده؟ اللي حصل إن كاتب بيرد هنا بيقول بقوله مثلا إن الكنيسة بدأت تضع أنظمة وطقوس، وصار هناك زي كهنوتي، وصار توضيح للمعاني، لأن كان مفهوم في الجزء الأولاني في القرن الأول إن مقصود باسم المسيح إن كلهم يأمنوا كتثليث، يعني كان فهمهم للمسيح ان لما اقول المسيح ولما اصلي للمسيح معناه ان انا بصلي للاقنومين الثانيين، بصلي للثلاث اقانيم مع بعض، لانه الله مش منفصل. بس في التاكيد على النقطه دي في الكتابات عشان الناس تبقى مستوعبه، مش بس الناس اللي فاهمه لاهوت هي اللي تعرف تبقى فاهمه، ان لو قالوا لهم عمد على اسم المسيح يبقى انت بتعمد على اسم الثالوث، لا، وضحوها جوه الكتابات. وضحها قديس اغناطيوس سيولوغوس سيوفورس اسف اللي هو الانطاقي السرياني تلميذ القديس بطرس، وغرغوريوس النسيانزي اللي كاتب عليه لتوجيتين، واحده باليونانيه واحده قبطيه عندنا، في قديس يوستينوس الشهيد، في قديس اثناسيوس. ولابد طبعا ان هناك يبقى في احترام للايمان المسلم مره للقديسين، وما نخترعش كنيسه حسب تصورنا. مهمتنا ان احنا نحفظ الايمان. ده ملخص الموضوع. في حاجة تانية اهم تكملة لهذا الموضوع، وهي المعموديات القانونية. لما نروح نتعمد اخواننا المؤمنين الجداد بالذات، لما تروح تتعمد روح اتعمد في كنيسة تقليدية،
كنيسة تقليدية يعني ايه؟ تؤمن بالتسلسل الرسولي، تؤمن بوجود كهنوت، تؤمن بوجود أسرار. ده الشروط الأساسية، ان وجود أسرار وتؤمن بالكهنوت، مش اي كنيسة وخلاص، مش اي كنيسة وخلاص، لازم يكون فيها كده. نقرأ بقى التعليقات بتاعت حضراتكم. ده فيها تعليقات طارت. Stunning, thank you, thank you. سلام عليكم. سلام عليكم. طبعا انتوا جايين الهلال والنجمة مقضيينها، انتوا مكانكم مش هنا، مكانكم فوق بس مش قلوب. ايوه سلام مسيح طارق، اهلا. سلام الجميع الناس اللي طارت اساميهم او طارت التعليقات، معلش بقى مش ببارت ليش، اللي هو تعب التيك توك كده، اليوتيوب عندي ما بعملش الحوار ده. ناس ينصر رسول. ايوه سلام المسيح جيسوس لوف. سلام المسيح، لا اله الا الله سيدنا يسوع المسيح والله. ايوه الادمنس مودريتوس 100 فول 14. سلام المسيح انا نادر الياباني، يا هلا يا نادر الياباني. In the name of the Father. أيوة إيه الإنجليزي ده، حلو أوي مش تعليق. سلام ونعمة مع البركين. سلام ونعمة مع البركين، تمام. أهلا أهلا أهلا، الحمد لله على نعمة المسيحية ومكافى بها نعمة عم الحاج. وده ليه؟ عشان إحنا بنحب ربنا ورايحين السما. سلام ونعمة غالي مع كرامي. سلام وخرام، أهلا بيك. سلام المسيح للجميع. سلام المسيح للجميع، أهلا بيك. ممكن سؤال؟ انت تبعنا ماشي، ممكن سؤال واتنين وعشرة. عاوز اطلع اسأل سؤال، اطلع اسأل سؤال، بس ما تكونش بتكذب الله يكرمك، عشان انا لو طلعت بتكذب وطلعت مش تبعنا هتلاقيني منزلك على طول، هبقى منظرك مش حلو. صلي النهاردة صلاة نحامية. شو يا ايمن، اشمعنى النهاردة؟ اشمعنى النهاردة دكتور؟ عندي سؤال بعدين نخلص. طب نشوف موضوع صلاة نحامية ده. صلاة نحمية نعمل لها حلقة، بس نحمية صلى كتير، ونحمية احنا عملنا له حلقات كتيرة. فنحمية ما صلاش مرة واحدة، صلى كتير. يا عبيس هو اللي موجود عنده صلاة واحدة يعني. فاعذرني يعني صلاتنا حامية احنا عاملينها على اليوتيوب كتير، وهو صلى في اكتر من اصحاح. فايه المقصود انت عايز نقول ايه بالظبط؟ اني في يوم حبيب المسيح بحبك مات عشانك، امين امين يا اخ بيشو وبيبو، رب معكم امين. يا هلا بالارمل جنين، اهلا. انت مسلمة وعايزة تعمدي، يا هلا بيك يا هلا بيك. مش بقول لكم يا جماعة خدمة ربنا شغالة وفعالة؟ يا هلا بيك. شايفين القمر والجمال، ربنا يتمجد ويباركك جوه وبره كمان. سلام مسيح احمد، تعرف كان ساعدني. عشات عشان امانك، واستحسن تغير الصوره عشان ما حدش يتعرف عليك، لو خاصه طبعا في بلاد الشرق الاوسط. عينيا تعالي يطلع، تعليقك يطلع ماشي. يا هلا يا هلا. اختي ما في كهنة بتعمده بدون دراسة؟ لازم دراسة طبعا عشان يطمنوا ان هي فعلا داخلة الايمان، لان في ناس دخلوا على اساس يبقوا جواسيس عندنا. سؤال السلام المسيح يا جماعة. السلام المسيح دكتور، عندي سؤال بخصوص اختبار سيدة الاباء. تمام، ابعت جست. ربنا يتمجد تعمدي. معلش انا مسيح زيك، بس معلش ما تتكلمش في الدين، اعتبرها نصيحة من اخوك الصغير. وفر النصيحة حبيبي اخر عزيز. هو في اي كنيسه خلاص؟ انا فهم ما فهمت ارجوك. هو في اي كنيسه خلاص؟ لا، في معموديه، في كنيسه. ما انا مش زي ابوك يا اخ شادي. سلام ونعمه يا دكتور. سلام ونعمه يا بيبو. اخر عزيز، هو في اي كنيسه؟ في اي كنيسه تقليديه يعني، فيها اسرار وتناول وكهنوت حقيقي، ويفضل انها تكون ناس يعني بتتعامل معاكم باحترام عشان تحترموهم بعد كده وتحبوهم جوه الكنيسه والخدمات، مش برضو يعني تكون معموديه تقليديه وخلاص.
اعذرونا يا جماعة، لازم نشوف الشاحن ونشوف حاجات كده غريبة كده بتحصل في وسط البث. معلش انا مش هتمتش فيكو خالص، هو الموضوع ما بتكلمش عنكو اصلا. يا حاجة في ايه داخلة تقولي كده ليه؟ ايه الهلال والنجم مفهوم متشقلب؟ دكتور ايه صلاتنا حامية؟ صلاتنا حامية صلى كتير صلوات كتيرة، بس من ضمنها الصلاة عشان ربنا يقف معاه في بناء المدينة من جديد. أورشليم يا ابني بدر بنهار، بتكلم في ايه؟ بتكلم في المعمودية. المعمودية بنتعمد باسم مين في المعمودية؟ باسم الثالوث كاملا، مينفعش تعمد باسم أقنوم بس، لازم دراسة طبعا، لازم دراسة. سلام ونعم دكتور، سلام ونعم، دي خدمة واحنا محتوانا مسيحي. يا جماعة ما تخلوش يلبكوا بلوك تاني. دكتور خريجة كليريكية؟ ايوه خريجة كليريكية. سلام المسيح دكتورنا. سلام المسيح اخو مارتن، اهلا بيك حبيبي، كيف حالك؟ اشكر المسيح، ايش يا الله؟ تمام حبيبي، نشكر الرب دعينا. انا عندي سؤال عن بخصوص اقتباسات الاباء. تمام. هل من المعقول انه يطلع واحد ينكر اقتباسات الاباء؟ لان كما تعرف انه الفاصله اليوحناويه لو مو اقتباسات الآباء من القرن الثاني الميلادي ما كان لنا أي إثبات إنه النص كان موجود في هذاك الوقت، وأقدم مخطوطة لنا للفاصلة اليوحناوية هي في القرن السادس عشر، صح أم هذا غلط؟ دي انا محتاج اراجعها، بس خليني اقول لك كلامك مظبوط. بس لنفترض لو اخواتنا بيحاولوا يدعوا الكلام ده، مش الذين قالوا الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة؟ نعم ولو حتى عايز يقول ان كلمة ثلاثة مش موجودة اقولها، قول ان مش موجودة ثلاثة. بس لو قلت ان مش موجودة ثلاثة، هي ما اتفهمتش من النص، اتفهمت. نعم 100%. يعني حتى لو شال كلمة ثلاثة من هنا وما حطهاش، كده كده هتبقى مفهومة. لا أنا قصدي على بعض المنحرفين يعني يطعنون باقتباسات الآباء، وهاي يعني أنت لا تنسى إنه لو مو اقتباسات الآباء إنه ما كان عندنا دليل إنه 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 النص كان موجود من القرن الثاني الميلادي، يعني لأن أقدم مخطوط إله هو في القرن السادس عشر أو الخامس عشر حسب ما أعرف يعني. بص خليني اقول لك الرد القاطع على النقطه دي وعلى الناس اللي بتقول الكلام ده. كل كنيسه مسيحيه بما فيهم الكنيسه البروتستانتيه تؤمن بالتقليد المقدس، وحتى لو ما عندهمش الايمان بالتقليد المقدس من بدايه الاباء الرسل، على الاقل بيؤمنوا بالتقليد المقدس من بدايه مفكرينهم. فاللي خلاهم يؤمنوا بمفكرينهم مش هيؤمنوا بالاباء الرسل؟ لا أنا مستوعب قصدي هذه تعرف النقطة؟ شو دكتور؟ لا أنا قصدي تعرف شو يعني، بس حتى إنه يطعن في اقتباس الآباء إنه ليش؟ لأن هذا يثبت لنا إنه النص كان موجود يعني من القرون الأولى للمسيحية، لأن يعني ما أعرف إنه الموضوع ليش ياخذوه بهالطريقة صراحة. هو هما متضايقين من سكة ايه يا اخ مارتن؟ عايزين يعني النوعية دي عايزة تخبط في اي حد وخلاص، وعايزة تخبط في التقليد وتخبط في الاباء. احنا مش عايزين اي حد، احنا عايزين الكتاب المقدس لوحده. طب ما الكتاب المقدس مين اللي بيفسره؟ الاباء الرسل اللي كانوا مع المسيح. مين بعديهم؟ نعم الاباء الرسولين. مين بعديهم؟ رجال الكهنوت المحترمين والامناء. وانا بأكد مش أي حد يفسر الكتاب المقدس صح. الأمناء. الأمناء. فعشان صحيح كده احنا محتفظين لغاية دلوقتي بإيماننا، وندور على كتابات الآباء الرسل، وبنشرطش بالتفسيرات ونألف كتاب مقدس. وبأكد إن معمودية اللي من كنيسة ما فيهاش تسلسل رسولي هي معمودية غير معترف بيها، لأن مش أي حد يروح يعمد وخلاص. نعم والمعمودية والأسفار لا تتوقف على أمانة القسيس اللي بيعملها، هي متوقفة على أمانة تسلسل الرسولي. نعم الكهنوتي. تسلسل الرسول. نعم الكاهن ده هرطق، الكاهن ده فسد، الكاهن ده سرق، الكاهن ده شتم، الكاهن ده هو ربنا يحاسبه ويولع فيه زي ما هو عاوز.
لكن الأسرار ربنا بيحافظ عليها، بيحافظ على إيماننا، وبيحافظ على تحولها طالما في تسلسل رسولي. أما بقى إن ربنا يحاسب الكاهن ده كان كويس ولا مش كويس، دي بتاعته هو، ربنا، ربنا بقى هيعمل فيه اللي هو عايزه. لأن هو الديان الوحيد. نعم 100%، بالظبط، مش الديانة نحن اللي الوحيد. ندين الناس. لا، وحتى غير كمان، مش احنا كمان من الناس، لانه خان، والخيانه وحشه. لان لما يبقى حد مؤتمن على خدمه كهنوتيه ويعمل حاجه غلط، في الحاله دي حسابه عند ربنا اضعاف. كل ما الواحد كترت مسؤوليته في الكنيسه وكبرت، كل ما حسابه هيبقى اضعاف. الخادم العادي غير الشعب، الشعب العادي غير الخادم، غير القسيس، غير القمص، غير الاسقف، غير المطران، غير البطريرك. اعلاهم في الحساب هيكون البطريرك، كل الكنائس وكل الاماكن. فربنا لما يحاسب هيقول له تعالى اديني وزنتك. فدي شيء، والحفاظ والاسرار ده شيء تاني خالص. نعم، ملحوظة شكرا على حلوة التوضيح، ربنا. شكرا على التوضيح دكتور غسطين، وربنا يباركك حبيبي تعيش، ربنا يباركك يا سعادة. حبيبي، سلام عليكم. ايوه، والحل برضو والاعتراف والكلام ده كله متوقف على الشرطونية. فساد اي رتبة كهنوتية ربنا اللي هيحاسبه، وهيحاسبه حساب عسير، خليكم متأكدين من كده. لكن الاسرار بتتم سواء الكاهن حبيبي يا غالي، نور نور دكتور، عامل ايه، كيف حالك؟ تحياتي ليك، أخبارك ايه؟ نشكر ربنا. غايب ليه على ضوء؟ ده موجود، بفتح بث كل يوم بس مش موجود، يعني بروح اتفرج ومتابعة. تمام حبيبي. طيب كنت عايز أعقب في حتة أنت اتطرقت ليها، حتة مهمة جدا. في بعض الكنائس الغير رسولية تعمد باسم يعني غطة واحدة أو برشة، بعضهم بيعمد بالغطس بعضهم بيعمد بالرشة، يعني فبيتعمد برشة أو بغطسة مرة واحدة باسم، يقول لك باسم يسوع الناصري. وده طبعا يعني يقول لك دي حاجة كتابية، لأن بطرس لما وعظ في اليهود أعمال الرسل قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح اللي هو مغفرة الخطايا. الحتة دي شرحها الآباء ووضحها بتفصيل سيدنا الأنبا بشوي، إن المعمودية باسم يسوع الناصري أو باسم يسوع المسيح دي خاصة باليهود مش خاصة بالأمم. معمودية الأمم دي اللي قالها المسيح في إنجيل متى 28، فالآن ذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. تمام. ولما نيجي نبص في الآبائيات، القديس يوستينوس لما اتكلم عن المعمودية اتكلم على 3 غطسات، باسم الآب وباسم الابن وباسم الروح القدس. طمني بس، انت وحتى حضرت بس من امتى؟ انا عندي يا باشا الاقتباس بتاع يوستينوس اصلا قريب من زمان. لا، ما اقصدش، اصل احنا اللي سردناه، سردنا اغناطيوس ويوستينوس واثناسيوس، يعني سردنا حوالي خمس اقتباسات بتاكد الموضوع. وحتى لما بطرس يقصد بيها برضو، على ما فهمت من تفسيرات او التاويل، ان هو قول يسوع يشمل ان هو لازم يقول الثالوث يفصل، ولو فصل وقال اقنوم واحد يبقى معناه ان هو بيقلل من الاقنومين الباقيين، فبرضه ما بكسبش حاجه، يبقى هرطوقي. هي لا هي الحتة دي بس هما بيمسكوا في حتة برضه الدكتور، اللي هي ايه، اللي هي لما بطرس قال فليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح، هو بيمسكوا في الحتة دي. دي كانت يعني في فرق ما بين باسمه على اسم، في فرق كبير بينهم، بس ده مش موضوعنا يعني. وده بيتكلم تمام. على حالة استثنائية لليهود، يعني حتى لما تيجي للسياق قبل منه، وفقا لمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق صلبتموه بأيدي أثمة، يعني بتيجي للسياق بيتكلم على ناس يعني ندموا بعد كده لما بطرس قال لهم الخيل ده داود النبي يقيل وإلى آخره، تطلق خمسة مسلمين. فتوبوا وليعتمد كل واحد منكم. فده بيتكلم على حالة استثنائية، فهم بياخدوا الاستثناء ده على كله. دي معمودية الإسرائيلي، يعني حتى سيمون الساحر هتلاقيه برضه يقول لك اتعمد باسم المسيح، فدي حالات استثنائية. أما بس العام تمام،
خليني اقول لك ان برضه حتى في الحالات الاستثنائيه المقصود بيها الثالوث، بمعنى لما انا اجي اصلي دلوقتي واقول يا رب، هل انا بقول لاخدهم مين من الثلاثه؟ بقول للوحدانية الجامعة. بالظبط. ولما بتكلم، لما بتكلم على المعموديه هنا برضه، مش المقصود بيها ان هو يتكلم على الاقنوم لوحده بدون انفصال على الاقنوم التانيين، والا في الحاله دي هيبقى هو نفسه بينفصل ما بين الثالوث، وهنا وهنا يبقى مشرك وش. هنا بقى دي ينطبق عليه مشرك وش. ليه؟ يعني اتكلم زي الاريوس، اريوس خلى الاب اقل، الابن اقل منه، وعمل كده برضو مع الروح القدس، بس ما كانش باين في الكلام وكان تركيزه على الابن، فعمل فصل ما بين الثلاثة. ففي الحالة دي بقى دول المشركين اللي على حق. فزي ما حضرتك بتقول كده، نفس النظام، فكرة النقطة دي. ما هي دي الجزئية. الجانب الثاني يعني حتى في الجزئية يعني دي بتاعت المعمودية شرحها سيدنا الأنبا بشوي حتى تمام. تفصيليا، إن دي كانت باستثناء، ولكن العام اللي قاله المسيح بيتكلم على معمودية الأمم إن هي باسم، بتكون باسم الأب والابن والروح القدس. يعني آبائيا إن المعمد بيتغطس 3 مرات، يعني مرة باسم الأب ومرة باسم الابن، ودي تلاقيها المعمودية الأرثوذكسية في العالم كله، يعني عند كل الأرثوذكس في العالم كله تلاقي الغطسة 3 مرات. عند بعض تمام. بقى إخواننا، يعني عند بعض إخواننا الكاثوليك بتكون غطسة باسم الثالوث أو بالرش. ف يعني ده طريقة موضوع تانية مختلفة بس موجودة. فاهم قصدي. بس هو 3 غطسات، دي حتى قالها أثناسيوس في باثولوجيا جريكا 28 500، لما قال لك يعطى للمعمد المولود الجديد يعني في الإيمان باسم 3 مرات. بالإضافة إلى ذلك يؤكد يوحنا وهؤلاء الثلاثة هم واحد، بيتكلم على يوحنا الأولى 5:7 دي اللي كان بيتكلم فيها مارتن. يعني أثناسيوس لما اتكلم على الغطسة 3 مرات قال لك بالإضافة، بيضيف يعني قال لك بالإضافة إلى كل ذلك يؤكد يوحنا وهؤلاء الثلاثة هم واحد، دي اللي في يوحنا الأخر. مش بس في حتة الفصل الحنوية على فكرة، هو التاريخ المسيحي، أي واحد درس تاريخ مسيحي يشوف الكتاب المقدس اللي هو العهد الجديد او العهد القديم زي ما انت عايز، يعني كله ده اصلا جزء من التقليد. يعني الكتاب المقدس ده جزء من التقليد. المرجعيه بتاعت المسيحيين الاول ما كانتش كتاب مقدس بقانونيه مونتاري بالعهد الجديد مثلا، او بالاسفار القانونيه الاولى والثانيه 46 سفر وما ذلك، يعني كان ده جزء من التقليد. كان في تعليم، كان في تعليم. يعني الحته اللي بنيجي نتكلم فيها لما بولس بيقول تمسكوا بالتعاليم التي تعلمتم، هي تقاليد مش تعليم برضوسيس، فتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها منا اما برسائلنا او شفاهيتنا. دي على الارجح اللي هي الدداخل، لان الدداخل دون قبل كتابات يوحنا، يعني عشان يوحنا في اخر القرن الاول وكده، وما كانش في كتاب اصلا يعني في الوقت ده، ما كانش في كتاب، كان في تعاليم شفاهيه ويعني ورسائل من هنا وهنا، رسائل رسولية وبتاع، وموجودة زي كليموندوس السكندري وبوليكارب وإغناطيوس وغيره يعني. فدي الفكرة، بالظبط. أنت بتيجي بتقول بالكتاب التقليد هو اللي حافظ براحتك. الكتاب، التقليد هو اللي حافظ الكتاب. بالظبط. أنت بتيجي تقول بالكتاب براحتك يا عم، على عيني وعلى راسي، بس تعالى نتناقش يعني الكتاب مين اللي قننه، مين اللي وضع القانونية بتاعته 27 سفر في أكتر من مجامع. اخر نقاش كان ما بين اباء الكنيسه على رساله عبرانيين، وبعد كده اتقبلت رساله عبرانيين. ف اللي قنن الكتاب اصلا هم اللي هم هي الكنيسه. الجانب الثاني في حته العهد القديم، وده التناقض الكبير، انت بتاخد قانونيه العهد القديم من اليهود بعد الميلاد، ومين قال ان احنا ناخد من اليهود؟ احنا مش عارف. انت بتاخد القانونيه 39 من النص المزوري العبري، طب ما انت عندك بالظبط. القانونية 300 قبل الميلاد 46 صفر موجودة في الترجمة السبعينية، وفي لو اقتباسات خليني اقول كتيرة. لك كلامك ده برضو لاخواتنا اللي بيدعوا التحريف، احنا اصلا مش ساكتين لليهود في النقطة دي، فازاي كنا هنسكت؟ حد فينا كان هيسكت للتاني لو في تحريف او حد فيهم حاول يحرف؟ يعني الحتة اللي بتكلم فيها حتى القانونية بيجي بيقول لك طب الأدلة، إيه الدليل على القانونية بتاعت الأسفار القانونية التانية؟ عندك اقتباسات أكتر تقريبا من حوالي 150، ده اللي يحضرني ويمكن أكتر،
اقتباس من العهد الجديد من الاسفار القانونيه التانيه. يعني بالظبط. بولس لما بيقول بكره كل خليقه، بكره كل خليقه دي موجوده في يشوع ابن صراخ 24 6، اني خرجت من فم العليه بكرا قبل كل خليقه. فين موجود الكتاب المقدس غير عيد التطهير اللي اتكلم عليه المسيح في انجيل يوحنا؟ عيد تطهير الهيكل، ما ده موجود في سفر المكابين، مش موجود في عهد قديم غير في سفر المكابين. يعني ربنا يصلح الحال. يعني ما ده دي مواضيع تطول وكده يعني، بس هو فعلا يعني اللي المفروض اللي طالب الحق يتعب شويه ويجتهد شويه، وما بالظبط. يعني ما تاخدش الكلام يعني، ما تسمعش كده كلمتين وتتفسح بيهم، اتعب شويه. احنا مش بنقول، مش بندين حد، الدينونه دي بتاعت ربنا، ربنا هو اللي حاسب. مش احنا لينا عقائد معينه ولينا ايمان يعني لا نشاجر بيه ولا نجامل بيه احد، بنقول كل المحبه لكل الناس، بس ده ايماننا. تسالنا فيه ليه ايمانكم ده ومش بتؤمنوا بده، نجاوبك عشان ما حدش بس يحسب ان الموضوع طائفيه او كده وبتاع، مع كامل المحبه للجميع. فده ايمان يعني، شوفك قدامه كتير من الدم وعمرنا ما نتراجع عنه ولا نتراجع عن اي نقطه، مع كل الاحترام طبعا للجميع يعني، عشان بعض الاخوه اللي يقول لك طائفيه او فكره اللا طائفيه وده وبتاع. وفي النهايه يعني زي ما انت قلت، فاصدقك يعني في الكلمه دي او اصدق عليها، اللي هي بتاعت لازم يكون كنيسه رسوليه ليها الفيض الرسولي فعلا. وده حتى لما نيجي نقرا في الانجيل بالنسبه لاخواننا طبعا الكتاب وكده، المسيح ادى السلطان للتلاميذ، قال لهم علموهم ان يحفظوا جميع ما وصيتكم به، قال لهم انتوا اللي تعلموا، مش اي حد يعلم، قال لهم انتوا اللي تعلموا. حتى بولس لما احنا بنيجي نقول كنيسه رسوليه، طب يقول لك انت بتتبع ناس، انا بتبع ربنا، انا باخد كلام ربنا على طول. حتى بولس لما قال لتيموساوس واما انت فقد اتبعت تعليمي، قال له تعليمي انا مش تعليم المسيح، وسيرتي وانامي وقصدي. فدي درجات حطها ربنا يعني. بولس حتى لما بيقول تمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها منا، قال مننا بالجمع، مش مني انا كبولس، قال مننا بالجمع، منا اما برسائلنا اما شفايا. فهي دي الحته اللي بنتكلم فيها، في سلطان ربنا حطه للرسل والتلاميذ، والسلطان ده جبت تسلسل كده من القرون الاولى لحد بقى قرن خامس سادس بقى، مع الاختلافات العقائديه في خلقدونيا وبتاع وبعد كده وافسس وبتاع. بس التأصيل في الحته دي موجود، كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه مبنيه على الرسل مبنيه على الابيات. ده حتى امبارح كنت عامل بس يعني يهمني برضو لو حضرته، كان بنتكلم على الكنائس الأشورية. مشكلة كانت مع الكنائس الأشورية ان الكنيسة الرسولية، بس مشكلتهم ان هم كانوا سياسيا اداريا تحت الامبراطورية الفرس، فللأسف ما حضروش كل المجامع المسكونية، فاتأثروا بعضهم يعني اتأثر بفكر نسطور، ما خلى دلوقتي ان في ناس بتبعد عن الفكر النسطوري او مش مركزين مع بدعة نسطور أصلا، بيفكروا فكر مسيحي وقريب يعني، خاصة الكنيسة الكنيسة المشرق الأشورية القديمة والكنائس الأشورية اللي بتتبع التقويم الحديث، ده غير المناقشات مع بتتبع التقويم القديم. ففي حاجات حلوة يعني مفرحة إن قلوب الكنائس بتتفتح لبعضها وكلام وحوارات حلوة جدا، بالإضافة كمان التركيز على مصدر الكتاب المقدس، المصدر ككتاب مقدس والتقليد المقدس. هيك هي في الجزئيه دي كان في حوار اصلا ما بين الكنيسه الاشوريه ويعني بابا شنوده، بس هما اشترطوا يعني، اشترطوا على البابا شنوده ان هما يعني يعترفوا بنسطور قديس، وده هو اللي عقد بعدين الموضوع يعني، اشترط ان هو يعترف بالظبط اتجهوا للكنيسة الكاثوليكية وعملوا معاها اتفاق، بس دخلت الكنيسة القبطية رفضت ديودور وسيودور ونسطور، قفشت على النقطة دي. بس ركزوا هم بقى على فكرة الكروستولوجية ان هم ما يعملوش فصل ما بين الطبقتين، بس الكنيسة شكت الكنيسة القبطية في الوقت ده. بس اعتقد في الاوقات اللي احنا بنتكلم فيها وكلامي مع حد من الكنيسة الاشورية او تحديدا كنيسة المشرق الاشورية القديمة، في تقارب، واتمنى قريب كمان الدنيا تبقى احسن واحسن. أمين. شكرا جدا دكتور، حبيبي وتحياتي ليك، سعدت بالمشاركة وأنا موجود معاك على السمع. حبيبي يا غالي، خلنا بركة. ايش نقطة برضو يا جماعة بسيطة جدا،
وهي نقطة المعمودية بثلاث غطسات، بس الاستثناء الوحيد لو في دول متجمدة وما ينفعش غير الطفل أو المعمد عامة، طفل أو كبير، يتغطس غير غطسة واحدة. في الحالة دي بيكون استثناء لو هو في دولة مش هيستحمل درجة الحرارة دي. مرة وبيطلع، بسم الآب والابن والروح القدس، مرة وبيطلع. دي كحالة استثناء مش كطقس ثابت. دكتور ممكن سؤال، يعني كلمة الرب غير مفهومة كلام القديسين مفهوم؟ لا، كلمة الرب مفهومة بس مش بخروج عن النص، مش بتقطيع الآيات، مش بأخد أجزاء ونقول إن الأجزاء دي هي الأجزاء السليمة والباقي نسيبه، ده مش صح. فتفسير الآباء القديسين بتحفظ النقطة دي اللي تخلينا نبص للكتاب المقدس بالمنظور كشامل، مش نقطع. يعني أريوس اللي بوظ دماغه إن هو قطع حتة آيات وخدها مع دماغه، ما دورش كل الكتاب المقدس بيقول ايه، او معجزات السيد المسيح قال ايه، او ان المسيح نفسه قال عن نفسه ان هو الله. فقلل من في دماغه هو في تفسيره، قلل من درجة الابن، دي كارثة. عمال يشرب سيب ويطرد في الناس، فين تعليم المسيح اللي اتبعها؟ بيشو ايه يا بيشو؟ مش عايزين ننزع منك المودريتور. ايه اللي حصل؟ ليه امامت ولا ايه يا جدعان؟ ايه اللي امامت؟ كتير تمام. هو هنا اصعد يا جماعة، تحديدا اخواتنا اللي هيعمدوا ولادهم او اللي هيتعمدوا في اي مكان، سلام المسيح خصوص، اللي هيتعمدوا في اي مكان يتأكدوا ان الكنيسة فيها تسلسل رسولي. تسلسل رسولي يعني الكاهن اللي موجود مرشوم من رأسا من ربنا والرسل للآباء الرسوليين مرورا بكل الأجيال لغاية الكهنة الحاليين. مساء النور، أهلا بيك نيل. طبعا اخواتنا اللي هما جايين يهبلوا على جنب بقى، متطرفين، ما يبوظوناش البث. تيجي معاكم باحترام. ايوه هو جاي يهبل، جاي يهبل، ده احذروه. ميوت اي حاجه يا جماعه زي ما انتوا عايزين، اعملوا مع الصح. اخي عم تشوف، عم يشرح لنا الموضوع يا جماعه. تمام، بنشرح علامات صح. جدا. ايه تاني؟ ايه تاني يا جماعه؟ ايضا صاحب البث يهرب ويقول روح على اليوتيوب. يا عم انت راجل مكسل مش عايز تفهم، مش الله معنك فهمت. انا مش هفضل اقولها لك، انا قلت لك في بس كتير، انت بتكسل وبتكذب على اساس ان انت عايز نجاوبك هنا، مش هجاوبك هنا. خش على اليوتيوب، لما اكون سألت سؤال وجاوبتك على اليوتيوب كاني مش هفضل اعيده وازيده. ينفع اسأل سؤال؟ ينفع. يعني قبل تجسد يسوع لم يكن هناك انا صوت، ما كانش فينا صوت. خلاص جاوبتك، ما تعيدش بقى السؤال تاني، تبقى بتفهمش المقصد. طبيعة بشرية طبعا. سلام المسيح فرانك، سلام المسيح بشوي. تقول هو من اللي عنده خطر وما يقدر يعتمد، فبما هو مسيح. بص يا شباب، في فرق ما بين الاستثناءات وبين الطقس والعقيدة السليمة. اللص اليمين وهو على الصليب اتعمد ما اتعمدش؟ اللي هيبص للمنظر هيقول ما اتعمدش، بس قبوله للمسيح في عز ما هو اتصلب اعتبرت معمودية دم. الطقس اللي مدونا ربنا ان احنا نعمد، حلو، بسم الاب والابن والروح القدس، ثلاث غطسات، او في كنايس بتعمله بالرش. المهم في معمودية، في ماء والروح القدس. من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات. فبنعمل الطقس ده اللي هو المعمودية. اما بقى الاستثناءات، يعني حتى الطفل دلوقتي بيتعمد، المفترض في الطقسية ان الطفل بيتعمد بعد 40 يوم، البنت بعد 80 يوم. في حالة لو بعد 40 يوم ولد والبنت 80 يوم، ليه 80 يوم البنت؟
عشان حواء وقعت في التعدي أولا، غلطت قبل آدم. طب في الطبيعة دلوقتي بيحصل ايه؟ ان المعمودية ممكن ما تتأجلش ولا يوم، ممكن من اول ما يتولد اول يوم يتعمد. ليه؟ خوفا للولد او البنت تموت قبل ما يتعمد، عشان نقطة الآية دي تحديدا وما حولها. حصل بقى ان الطفل لا قدر الله، ربنا ما يسمحش، طفل اتولد وما تعمدش، هيروح فين؟ دي رحمة الله بقى اللي يعلمها. مؤمن عابر حب المسيح وآمن وما تعمدش هيروح فين؟ الله أعلم، في رحمة الله، دي ما جزمش أنا فيها. طب احنا نعمل ايه؟ نعمل ونطيع اللي موجود في الكتاب المقدس والله وصانا بيه، قانون الله نعمله، الحياة الأبدية اللي ادهالنا في ايدينا نعملها. الاستثناءات ما تحطش نفسك في استثناءات، ما تضيعش نفسك عشان استثناءات، لا حد هينفعك، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا حد هتتشعلق فيه وانت رايح السما، ولو هو رايح السما محدش هيتشعلق في لباس حد ولا لبس حد ولا ملبس حد، بكل اللغات العامية والطريفة والمضحكة مفيش حد هياخد لبس حد وتشعلق فيه. انت وانت رايح السما محدش هيمسك لبسك ويقولك طلعني معاك، محدش هيطلع حد. إيمانك، معموديتك، أعمالك، لأن في الأساس كان صلب المسيح ودم المسيح، بعد كده إيمانك، معموديتك، أعمالك. معاك إيمانك، معموديتك، أعمالك، وسبقهم صلب المسيح، مبروك عليك السما. زي أغسطين نشكر ربنا، وده نعرفه إزاي؟ روحي كنيسة تقليدية. يعني إيه يا أخت ميرا؟ أهلا بيكي، عذرا اخواني الاعزاء. تروحي كنيسه ارثوذكسيه، اباط ارثوذكس او ارمن ارثوذكس او اثيوبيين ارثوذكس او اريترين ارثوذكس او سريان ارثوذكس او كنايس الروم الارثوذكس اللي هم كنايس الاتحاد السوفيتي الستاشر ومعاهم اليونان. الكنايس دي ليها كنايس جوه مناطقنا في الشرق الاوسط، كل دول ليهم كده. بعد كده ممكن تروح الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة رسولية ليها كنائس كتيرة برضو في الشرق الأوسط. لو ملقتيش لا ده ولا ده روح الكنيسة الأنجليكانية، ملقتيش الكنيسة الأنجليكانية روح البروتستانتية. بس هل الكنيسة البروتستانتية ليها تسلسل رسولي؟ الله أعلم، لأن في كنائس البروتستانتية متعددة، فما أعرفش مين فيهم ليها تسلسل رسولي. لكن بالنسبة للأرثوذكس سواء الشرقيين أو الغربيين، الأباط، الأرمن، السريان، الإريتريين، الأثيوبيين، والكنائس الاتحاد السوفيتي واليونان، دول أنا متأكد إنهم تسلسل رسولي. الكاثوليك دول أنا متأكد إنهم تسلسل رسولي. الأنجليكان بنسبة كبيرة أنا متأكد. البروتستانت الله أعلم. فدي مش عايزين نحط نفسنا في الاستثناءات، روح اتعمد في كنيسة تقليدية. دكتور ممكن تشرح معمودية الأطفال لأن البعض يكون عنها وسخ؟ أنا شرحتها من غير ما أبص على السؤال ده تقريبا. لا، إحنا بنعمل معمودية الأطفال عشان الأطفال بنحميهم من مشكلة ان هما بعد الشر يموتوا بدون ما يتعمدوا. طب ومصيرهم؟ يعني انا كنت بعمل خناقة، كان بيدلنا مادة الليتورجيات دكتور رشدي واصف بهمان. دكتور رشدي واصف بهمان ده من الشخصيات الجميلة جدا في الكلية الاكلينيكية، واخد 3 دكتوراه تقريبا. فكان بيتكلم عن الموعوظين، قلت له الموعوظين بيقعدوا فترة قد كده عشان يتعمدوا، طب والفترة دي لو ماتوا فيها ايه اللي يحصل؟ ليه فترة التلمذة كانت في الكنيسة الاولى او في الوقت ده كانت كبيرة كده، تقعد ممكن كام شهر ولا سنة ولا كام بالظبط؟ طب والفترة دي لو ماتوا فيها مصيرهم ايه؟ ليه؟ فكان سؤال مستفز بالنسبة له، بس عجبه السؤال جدا.
فبالنسبة للمعمودية احنا بنعمد الأطفال على إيمان أهاليهم، لأن ما ضمنش، مش عايزهم يموتوا قبل ما ومش عايزين أي حد يموت قبل ما يتعمد. ونشكر ربنا في ناس كتيرة اتعمدت في دول شرقية وهنا الحمد لله. سلام المسيح ويا الميلاد، سلام المسيح. إن صوته هو الطبيعة البشرية. يا عم أنت هتفضل تعيد السؤال ده تاني؟ هو مش حافظ غيره وجاي يرزل على أبونا. مساء الخير، عندي سؤال. سلام، مساء النور. أنا عندي سؤالين. ماشي، اكتب السؤالين يا أخويا. هو المعمودية ممكن إعادتها للكبار وليه؟ السؤال ده مهم. ما تتعدش لو من كنيسة تقليدية فيها تسلسل، لكن ما فيهاش تسلسل لا. ده رأي الإيمان. أما الرأي الكنسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو إن أي حد غير أرثوذكسي يعبد معموديته. ده مش رأيي أنا، الرأي التاني ده مش رأيي أنا. أنا رأيي الإيماني الشخصي هو إن الكنيسة التقليدية أيا كانت هي فيها معمودية سليمة. أما رأي كنيستي إداريا، رأي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إداريا، إن اللي مش أرثوذكسي تعاد معموديته. فاهمين الفرق ما بين الرأيين؟ الرأي الأولاني بتاعي شخصي، الرأي التاني مش شخصي، الرأي التاني بعبر عن رأي الكنيسة إداريا. قداس، هات لي اثبات واحد ان المسيح هو الله. خش على قناتي على اليوتيوب هتلاقي عدد اثباتات فظيعة، وعلى قناتي على اليوتيوب برضو الحوارات المسكونية هتلاقوا حاجات حلوة اوي هتعجبك. بص 11 ايه بس اكتب، تكتب ايه؟ سألك. يا اخ سعيد، سعيد معانا البس. سعيد مش معانا البس. تمام، سعيد ابو مصطفى معانا البس يا جماعة. لو معانا البس رجاء اطلع معايا على الجست دلوقتي حالا بعد اذنك. بص يا اخوانا، البهوات اللي داخلين متنكرين في اسامي مستعارة دخلوا قبل كده باسامي مستعارة لاخونا سعيد ابو مصطفى اكونتات مستعارة عاملين بس، وكانوا بيسخروا من المسيحية، وكانوا عاملين لي كمين. رحت قايل لهم انتوا اقل من اني اتكلم معكم لانكم جبناء وداخلين باكونت مستعارة مش بتاعتكم، بتاعت ناس مسيحيين المفترض حاطين انتوا صورهم على اساس ان هم انتوا، فانتوا جبناء. فانتبه يا اخ سعيد للناس دي وبلغ عنهم الله يكرمك. خليهم متغاظين دلوقتي لما بيخشوا يتفرجوا عليا. لا ده طول اللي انا حي وهو اللي بيموت برضه. مش فاهم سؤالك يا بشو، مش فاهم كله. نعم يا اخرك عليك ده مختصر، تكلم في الدين في مختصر اللي ينفعك. انت تاخد دينك من تيك توك، خش على اليوتيوب هتلاقي حاجات حلوة. خش على اليوتيوب يا اخ. اهلا حبيبة، اهلا حبيبة حبيبة. اسئلة يا جماعة، في اسئلة تانية؟ هل حد عنده اسئلة تانية؟ اللي يحب يفهم يدخل على قناة دكتور أغسطين، واللي ما يحب لا يفتي برأسنا ولا أدب. الله، بالظبط عليك، انت برنس، انت برنس، ده الصح، ده الصح. عايز يخش اهلا وسهلا، مش عايز يخش ما شرفناش ويريح دماغنا وما صدعناش.
براحتك، مش عايز تغير متغيرش حبيبي، مش عايز تغير متغيرش. اللي يغير ينفع نفسه، يتغير ينفع نفسه، ايه اللي يتغير ينفع نفسه يا عم. انا بقول كده، عايز تخش خش، مش عايز تخش مش الله ما عنا خشيت، متعرفناش صدعناش، ما تبوظ الدماغ الهادية اللي احنا عايشين فيها، ماشي؟ بوظ الدماغ الهادية اللي احنا عايشين فيها، صدعناش يا شيخ، مش ناقصينا. يا شيخ يا شيخ، لا مش هتثقف، اعرف عندكم متى، مش عايز تثقف، ما تثقفش، ثقف وبعدين واتساب، سقف سقف وهتوقف. اسئلة يا جماعة، طب مليون دولار، طب سقفولي، طب اعملوا اي حاجة. صادق مش محتاجة بصوني، هي بصون لوحدها صح. بصوني لا، مفيش بصوني دي يا جماعة، بصون من غير ليه الأخرانية، ليه الأخرانية دي عربي. هتفتح بس على اليوتيوب؟ اه بس خلونا على الساعة 11. اتشرف بحضراتكم كلكم على الساعة 11 على اليوتيوب بإذن الله. ما الفرق بين الكنيسة السريانية والقبطية؟ طقوس، لكن العقيدة واحدة. الكنيسة السريانية فيها اللغة السريانية، اللغة القبطية في الكنيسة القبطية، الطقس السرياني في قداسات من أصل الأباط الآباء السريان، الكنيسة القبطية من آباء الأباط ومن اليونانيين. ما انت بتسأل أسئلة معادة ومتجاوبة، فجاوبت خلاص ما تقرفناش، ماشي؟ الأسئلة المعادة المتجاوبة دي ما تقرفناش عليها، أوكي؟ يلا روح. ايه، ميعادنا الساعة 11 يا جماعة على اليوتيوب. ميعادنا الساعة كام؟ 11 على اليوتيوب. يعرف تقليد الطقوس لكن هل هناك فرق آخر؟ لا لا لا، شايف فرق، شايف فرق تاني. ده حتى كان الكنيسة السريانية كان فيه بطريرك لينا في أيام نقل معجزة نقل الجبل المقطم، لما أبراهام ابن زرع السرياني كان سرياني سوري. ماشي، صاحب البث قال يسألوك وسألت وجاوبتك، خلاص خلصنا يا أخي. يويو 90 أو ولا أو 9 11 على اليوتيوب يا جماعة، 11 على اليوتيوب، 11 على اليوتيوب. حداشر على اليوتيوب، يوتيوب 11، 11 يوتيوب. تابعني على اليوتيوب يا اخ على البث الساعة 11 وسأل اللي انت عايزه.
عشان هنا بيبقى فيه زحمة كبيرة أوي في التيك توك. أوكي 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 كده يا جماعة، الجواب على سؤالك ما ينفع يختصر، تحب تفهم ادفع اكونت بالظبط. بالظبط تمام التمام، كلام مظبوط. كلام مظبوط. هتقلبوها اغاني بقى، نقفل بس ماشي. هتقلبوها اغاني اعمل انت بالظبط. اسئلة قابلكم الساعة 11 على اليوتيوب، نعمل نتكلم مع بعضين. اوكي مساءكم معاكم.